ومن أخطاء بعض الأزواج الجهل بعوارض المرأة الطبيعية، فمن الأزواج من يجهل ما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية، سواء في حال حملها أو حيضها أو نفاسها أو استحاضتها أو غير ذلك، فالمرأة تعاني من تلك العوارض، وربما أصابها الضيق والتكدر خصوصا في حال حملها إذا أصابها الوحم. ووحم المرأة وتوحمها هو أن تشتهي أشياء في حال حملها، وربما صحب ذلك أن تكره بعض الأشياء فلا تكاد تطيق رؤيتها أو شمها، وقد تكره منزلها، وقد تكره زوجها، وقد تكره غير ذلك. فإذا كان الزوج جاهلا بتلك الحال فسرها ببغضها له ومللها منه، وربما أخذته العزة والأنفة فبادر إلى تطليقها وما علم أن ذلك خارج عن إرادتها. فجدير بالزوج أن يتفطن لهذه الأشياء حتى لا يقع في الخطأ ثم يندم حين لا ينفع الندم. ثم إن كان جاهلا بمثل هذه الأحوال فليسأل، فإنما شفاء العي السؤال.